تنسحب الإمارات من اليمن في ظل الحديث عن تبنيها استراتيجية جديدة ترتكز على أساس دعم الحل السياسي بدلاً عن العمل العسكري. هذا التطور يضع الدور السعودية في اليمن أمام تحديات كبيرة، فكيف ستتعامل الرياض مع التركة الثقيلة التي خلفتها حليفتها أبوظبي خصوصاً في المحافظات الجنوبية؟ أهلا بكم. لم يصدر حتى الآن موقف رسمي إماراتي حول انسحابها من اليمن، إلا أن عددا متواترا من التقارير الصحفية ينقل عن مسؤولين إماراتيين أن هذا الانسحاب يأتي في إطار تغير في استراتيجية أبوظبي، وهذا التغير سيكون في جهة دعم الحل السياسي. تغادر أبوظبي إذن بعد أن تركت جيشا من الميليشيات التي لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية والمطالبة بانفصال جنوب اليمن، وهو ما يدفع البعض للقول إن هذا الانسحاب لا يعني بأي حال مغادرة أبوظبي من البلاد، بقدر ما يعني إطلاق يد هذه الجماعات التابعة لها والتخلص من التبعات والمسؤولية السياسية اللاحقة. سترث الرياض تركة ثقيلة ونقمة متصاعدة تركها سلوك أبوظبي خلال السنوات الأربع الماضية في المناطق المحررة، إضافة إلى الموقف العام من التحالف نتيجة انحراف أهدافه إلى ما بات يراه اليمنيون استغلالاً لحالة اليمن في البحث عن أطماع خاصة. عن دلالات انسحاب أبوظبي من البلاد وكيف ستتعامل الرياض مع الملف اليمني بعد أن أصبحت وحيدة سيكون نقاشنا في هذه الحلقة من فضاء حر. سيكون معنا من الرياض الخبير العسكري السعودي دكتور زايد العمري، ومن تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. رحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك ووجه إليك سيد العمري. دكتور العمري، إذن في ظل تأكد سحب أبوظبي لقواتها من اليمن باتت الرياض وحيدة في البلاد، ما الذي سيتغير؟ دكتور زايد، إذن الاتصال سقط مع الدكتور زايد. على كل حال سأذهب بذات السؤال المشترك إليك دكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، كما طرحت هذا السؤال، في ظل التأكيدات على سحب أبوظبي لقواتها من اليمن باتت الرياض وحيدة في البلاد، ما الذي سيتغير؟ للإجابة أسعد الله مساءكم في البداية لك وللجمهور الكريم. وللإجابة عن هذا السؤال، نحن بحاجة إلى مقاربة قانونية أو مدخل قانوني لفهم الاشتراك باشتراك الإمارات مع السعودية في دخول التحالف وفي خروج أو انسحاب الإمارات من هذا التحالف. المقاربة القانونية تؤكد على أن السلطة الشرعية فقط استدعت المملكة العربية السعودية للتدخل، وبالتالي هي الدولة الوحيدة التي تحظى بشرعية هذا التدخل. السعودية لم تكن تثق بنفسها بقدراتها في الدخول بخوض معارك تجهل مسارها، فشكلت ما يسمى بالتحالف، وهي التي استدعت الإمارات وغير الإمارات، ولكن أصبح الركن الأساسي في التحالف هي الإمارات، وأصبح ثنائي السعودية الإمارات هي الأكثر حضورا في الجبهات وفي التدخل المباشر على القرار السياسي والعسكري وفي السيطرة على الأرض. التمشي الذي يجعل من انسحاب أبوظبي باعتباره ثقلا على السعودية هو تمشي لا ينسجم مع مسار الأحداث، بما أن السعودية هي التي أتت بالإمارات بتفاهم خاص لأهداف خاصة، أهداف خاصة تخص الدولتين وأهداف خاصة تخص السعودية وحدها باعتبارها هي الجارة الوحيدة لليمن. فإن انسحاب الإمارات من اليمن هو أيضا سيكون بنفس المسار، هو قائم على تفاهم غير معلن بين السعودية والإمارات، أي أن السعودية صارت مطمئنة على أن الجغرافيا اليمنية والمجتمع اليمني أصبح هشا إلى الدرجة الذي لا تخاف على من ردة فعل ضدها، فحلت محلها. والسعودية تعتبر أن اليمن شأنا
سعوديا خالصا منذ الاتفاقية الطائف في عام 1934، والسعودية تحشر نفسها في التدخل اليمني في تحديد من يكون رئيس الجمهورية، ما هو النظام، من يكون رئيس حكومة، من يكون وزير، من يكون سفير. تصنع كل قرارات الدولة اليمنية منذ 1962 في الرياض. فبالتالي لا غرابة أن تنسحب الإمارات بتوافق مع السعودية كما تدخلت بنفس التوافق، لأن السعودية أصبحت في مأمن من الغضب الشعبي أو من ردة الفعل، لأن الثقافة اليمنية والوعي الوجداني اليمني السعودي مبني على التوجس والكراهية التاريخية نتيجة لعدم الجيرة المحترمة بين البلدين، والآن أصبحت الجيرة غير محترمة بين الشعبين، بما أنها له اليمنيون من التدخل السيء من التحالف السعودي الخليجي. فالمقاربة القانونية توضح بأنه لا مشكلة من بقاء الإمارات في اليمن بتوافق مع السعودية، ولا مشكلة بخروجها بتوافق فيما بينهما. فلا ينبغي أن نهول. السعودية الآن تريد أن تجعل اليمن شيئا حصريا لها وتحل محل السعودية محل الإمارات، هذا كل ما في الأمر. طيب سأعود بطرح ذات السؤال المشترك إلى الدكتور زيد العمر الذي يعود لانضمام إلينا. دكتور، إذن في ظل التأكيدات على سحب أبوظبي لقواتها من اليمن، باتت الرياض وحيدة في البلاد، ما الذي سيتغير؟ دكتور زايد، فقدنا الاتصال مرة أخرى، سنحاول مرة أخرى إذن التواصل معه، هناك يبدو مشكلة في الاتصالات من الرياض. أعود إليك مرة أخرى. إذن دكتور، أنت تتحدث على أنه لا يمكن أن يخرج يعني مسألة الخروج الإماراتي هذا، لا يمكن أن تخرج عن إطار التفاهم مع السعودية، لا يمكن أن تقوم الإمارات بخطوة مثل هذه إلا في ظل إطار تفاهم. لكن في المقابل إلى حد الآن التقارير الميدانية تؤكد انسحاب قوات أبوظبي، لكن لم نرى إعلانا رسميا من الجانب الإماراتي، برأيك لماذا؟ دعني أجيب عن السؤال بسؤال: هل تم التدخل السعودي الإماراتي في اليمن عبر إعلان؟ لم نسمع أي إعلان رسمي بهذا التدخل، وإنما سمعنا أزيز الطائرات في الفضاء، وسمعنا أصوات الصواريخ تقذف المعسكرات، وكذلك المنشآت المدنية والمدنيين والقصور والطرقات. كان هناك إعلان في الرياض مسألة من قبل التدخل السعودي، يعني عفوا في واشنطن، من قبل السفير السعودي آنذاك الجبير، الذي تحدث فيما تحدث فيه عن إنشاء تحالف وعن تدخل لعاصفة الحزم لإعادة الشرعية في البلاد. وهناك في نهاية المطاف رسالة من قبل من شارك في ذلك الوقت من قبل دول التحالف بإسمائهم جميعا تؤكد التدخل لهذه الأهداف. نحن تابعنا تلك التصريحات التي أتت بعد التدخل وليس قبله. إذا كانت السلطة الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس هادي وبرئيس الأمن القومي، قالوا تفاجأنا بأننا ونحن في الطريق سمعنا أصوات الطائرات والصواريخ، أي أن السلوك السياسي والعسكري للسعودية والإمارات هي لا تخضع لمنطق القانون ولا لمنطق العقل حتى يمكن تحليلها وتفسيرها. والعشوائية التي استمرت في هذه المعارك لمدة 4 سنوات تثبت هذا. تدخل اليوم الحقيقة التي تبنى على مثل هذا الإعلان أو غير الإعلان، إذا ما قررت الإمارات الانسحاب أو قررت السعودية لاحقا مهما طال الزمن الانسحاب، فهو لأنها غرقت في حرب غير قادرة على الخروج منها. ثانيا، أن الحامي الأمريكي للخليج هو متلاعب، هو يريد أموالا ولكن لا يستطيع أن لا يمنح هذه الدول شيكا على بياض، وهذا يضعها طعما أمام الإمارات. الإمارات عندما هددت السفن في أكثر من مرة بطريقتها الخاصة وبطريقة ذكية، جعلت الإمارات والسعودية في مرمى الخطر. فإذا ما تحقق انسحاب جدي من الإمارات منفردة أو من كليهما أو من التحالف، فإنه سيكون وفقا لمخاوف
من الخطر الإيراني المحدق، فهزيمة إيران في اليمن غير محققة لأنها حربا بالوكالة في أرض يمنية تبعد عن إيران آلاف الكيلومترات. الإمارات والسعودية تشتغل ليس وفق قرارا سياديا يخصها. دعني أكمل هذه الفكرة إذا سمحت. لو كان للسعودية والإمارات قرارا سياديا يخصها واستراتيجيا كانت يمكن أن تصل إلى نتيجة، ولكن لأنها أيضا رهنت سيادتها واستقلالها وقرارها للاعب الأمريكي والبريطاني، وبالتالي هم ينتقلون من النقطة ألف للنقطة جيم وفق هذه الإملاءات، وبالتالي تظهر الإرباكات على أنها منزوعة السيادة كما هم فعلوا مع اليمن بأن نزعوا سيادتها وقطعوا أظافرها. فأي حديث عن انسحاب جدي إنما هو ناجم عن مخاوف محتملة من الخطر الإيراني الذي سيحول البنى الشكلية في مدن كالرياض أو في دبي أو في أبوظبي إلى رماد. يعني هي في نهاية الأمر بنى لا تقوم على 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 حضارة حقيقية أو منتج حقيقي، يعني تقوم هي على أسواق عابرة لا تمتلك غير الأبراج. ما الذي تقدمه للحضارة الإنسانية حتى تستعرض عضلاتها في اليمن وتدعي مثل هذا الادعاء؟ نعم دكتور، يعود إلينا دكتور زايد العمري. أرحب بك دكتور زايد، أهلا وسهلا. حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذن دكتور، في ظل التأكيدات على سحب أبو ظبي لقواتها من اليمن، باتت الرياض الآن وحيدة في البلاد، ما الذي سيتغير؟ أبثي عليك بالخير ومتابع قناة بلقيس التي كنت أتوقع في البداية أنها قناة، لكن يظهر لي أنكم حولتوها إلى مركز قيادة وعمليات نقل القوات من مكان إلى آخر، وأعطيت الفرصة الكاملة للضيف الآخر ليتحدث وكأنه محمد علي الحوثي أو عبد الملك الحوثي. للأسف الشديد المملكة العربية السعودية والإمارات لم تأتي لاحتلال اليمن حتى تقول أنها انسحبت. المملكة العربية السعودية والإمارات أتت لإنقاذ اليمن من براثن الإيرانيين، أتت لإنقاذ اليمن من الحوثي الذي أتى بأجندة إيرانية، الذي يأكل قوت الأطفال، الذي يأكل قوت المرضى، الذي يأخذ الأدوية من المستشفيات. المملكة العربية السعودية والإمارات أتت لإنقاذ اليمن وليس لجعل من اليمن وحل للحروب. المملكة العربية السعودية تمشي تحت قانون 22/16 الذي أخذ تحت البند السابع. المملكة العربية السعودية أتت بدعوة من اليمن، من القيادة في اليمن. المملكة العربية السعودية أتت ليس لاحتلال اليمن، ولا يوجد حرب بين المملكة العربية السعودية واليمن. لو كان هناك حرب بين المملكة العربية السعودية واليمن هل يكون في المملكة العربية؟ دكتور، هذا ليس سؤالي الآن. دكتور، يعني هذا ليس سؤالي، أنت ربما ترد على نقاط أخرى. أنا سؤالي حول هناك تقارير ميدانية تؤكد سحب، دكتور هناك تقارير تؤكد سحب أبو ظبي لقواتها، تقارير من مؤسسات صحفية عالمية ليست فقط من قناة بلقيس تؤكد سحب أبو ظبي لقواتها. الآن كما يبدو باتت الرياض وحيدة في البلاد، ما الذي سيتغير؟ أرجو أن تجيب على سؤالي بداية. أنا سأجيب على سؤالك لكنني سمعت ضيفك وأرد على ضيفك. بالنسبة لتبادل المواقع هذا في الفكر العسكري والاستراتيجية العسكرية، أنه القوات لا تبقى في مكان سنة سنتين، ممكن أن تتبادل المواقع وممكن أن يكون الموقع هذا اليوم الإمارات موجودة فيه، بكرة تكون المملكة العربية السعودية فيه، ممكن الجيش الوطني فيه، ممكن المقاومة الجنوبية فيه، ممكن المقاومة التهامية فيه. هناك أكثر من قوة تستطيع حماية الشاحن الغربي، وممكن أن تتبادل الأدوار فيما بينها. لا 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 يوجد انسحاب إماراتي. أنت وضعت نفسك يعني مركز قيادة وعمليات الإمارات، أنك تعلن الانسحاب عن وظيفة الإمارات. الإمارات لم تنسحب ولم تأتي للاستيلاء على اليمن، أتت من أجل إنقاذ الشعب اليمني، أتت من أجل إنقاذ اليمني بأن يكون مواطنا له حقا مواطنة. الآن قتل الشيوخ، قتل النساء، قتل الأطفال، أخذ طلبة المدارس إلى دروع بشرية. ماذا بقي في اليمن لم يدنسه الحوثي، لم يدنسه إيران،
يتحدثون عن إيران الشريفة المملكة العربية السعودية استطاعت خلال ربع ساعة أن تنهي التواجد الإيراني في اليمن، وما بقي في اليمن من أسرها هو عبارة عن تهريبات وعبارة عن ما يصل إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة عن طريق التهريب من هنا أو هناك. لا تستطيع إيران أن تقابل المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية استطاعت أن تجني إيران خلال ربع ساعة، وبالتالي التضامن السعودي الإماراتي لا يزال، وما يعلن هو تخرصات ليس لها أي واقع على الطبيعة. طيب يعني الآن ليس هناك انسحاب من قبل الإمارات كما أفهم من كلامك، والتقارير هذه خاطئة أو مفبركة؟ نعم، التقارير ليست صحيحة والانسحاب ليس، حتى وإن كانت مصادرها مسؤولين إماراتيين. تبادل أدوار بين المملكة العربية السعودية والإمارات والجيش الوطني اليمني والمقاومة الجنوبية البطلة التي استطاعت أن تسعى إلى تحرير الجزء الأعظم من الساحل، ولولا تدخل الأمم المتحدة لكانت الحديدة في قبضة المقاومة الجنوبية البطلة، ولكانت الحديدة في قبضة الشرعية، ولكانت الحديدة قد تم إغلاق الرئة التي تنفس منها الحوثي التي يصل إليها منها المهربات، ولكن كان دور الأمم المتحدة متناهي مع الحوثي. طيب أنقل النقاط التي طرحتها للدكتور فيصل. يعني دكتور، فيما تحدث فيه دكتور زايد العمري يقول أن الإمارات أتت لإنقاذ الشعب اليمني، والآن ما يحدث هو يعني على حسب كلامه في الأخير تبادل أدوار بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والجيش الوطني والمقاومة أيضا، كيف ترد؟ هناك أكثر من تصريح منسوب إلى الإماراتيين وأكثر من منبر إعلامي دولي يؤكد مثل هذا الانسحاب، وهذا الانسحاب أنا قلت بأنه يمكن أن يكون قائم على مبررين اثنين، مبرر ذاتي ومبرر موضوعي. المبرر الذاتي وهو العلاقة القائمة بين الإمارات والسعودية على أهداف التدخل الخاصة بينهما، لأن لا يوجد اتفاقية مكتوبة بين اليمن والسعودية تضبط هذا التدخل، وبالتالي نشأ التدخل على تفاهمات سياسية خارج إطار اليمنيين، حتى الرباعية التي تناقش قضايا اليمن، اليمن ليست عضوا فيها. يعني هناك انتهاك صارخ للسيادة اليمنية من هذه الدولتين أو التي تزعم بأنها أتت لإنقاذ اليمن. فالجانب الموضوعي وأن هناك عملا حقيرا من الإمارات على الأرض، فتحت السجون، المعتقلات، التعذيب، القتل، 40 خطيب في 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 عدن، كذلك أنشأت ميليشيات لهدم الدولة من الداخل، دعمت الانفصاليين وأرادت أن تفتت اليمن، هذا هو المساعدة التي، فهذا الجانب الموضوعي خلق رفضا اجتماعيا للإمارات مما جعلها في مرمى هدف الخطاب الإعلامي والسياسي والاجتماعي، وإذا استمرت على هذا اللح ربما يرفع اليمنيون السلاح في وجه الإمارات وربما يطردونها شر طردها. فهذا جانب ذاتي وجانب موضوعي، فالخروج قادم لا محالة، سواء كان انسحابا كليا أو انسحابا جزئيا أو على مراحل أو بتفاهم ذاتي قلنا مع السعودية أو بأسباب موضوعية لسلوكها مع المجتمع اليمني. القبح الكبير من هذا التداول الأدوار الذي ذكره ضيفك هو أيضا يدلل على قبح هذه السياسة السعودية والإماراتية في اليمن. كيف تنسحب الإمارات أو لا تنسحب ويتبدل الأدوار ليحتلوا الموانئ والجزر والسواحل؟ هناك جيش وطني يمني، لماذا لا يمكن الجيش الوطني اليمني من حماية السواحل ومن قراره العسكري بحماية هذه الموانئ؟ إلى الآن كما صرح خسروف عندما ضاق ذرعا بسوء أداء التحالف، لا يملك الجيش اليمني سلاحا، ما يمتلكه من سلاح خفيف هو سلاح ألعاب أطفال. يعني أنت لا تستطيع أن تقاتل في معركة شبه إقليمية بالكلاشينكوف أو بالرشاش والمعدل، أنت تحتاج في هذه المعارك إلى دبابات، كاسحة ألغام، مدفعية، طيران. ما الذي قدمته الإمارات والسعودية من عتاد ثقيل لهذا الجيش الوطني؟ ما الذي منحت هذه الإمارات والسعودية من قرار الجيش الوطني بأن يحل أو أن يقوم بحماية هذه الأماكن التي تم تحريرها؟
اليوم من يتحكم بالقرار العسكري في عدن، في المهرة، في سقطرى، في طيب سنعود لهذه النقاط دكتور، كلها السعودية والإمارات. سنعود إلى هذه النقاط دكتور، سنعود إلى هذه النقاط، لكن قبل ذلك دعني أسأل دكتور زايد العمري. دكتور زايد، يعني تقارير في نيويورك تايمز، التقرير في نيويورك تايمز أكد أن السعودية لم تكن راضية عن خطوة إعلان سحب القوات، يعني سحب تواجد الإماراتي في اليمن. هل يمكن القول الآن أن هناك خلاف بين أبوظبي والرياض فيما يخص الملف اليمني؟ لا يوجد خلاف بين أبوظبي والرياض مطلقا، ونيويورك تايمز ليست المقرر للتحالف في اليمن، والدكتور فيصل قال تقارير وأصحاب رأي، ومنهم الرأي، ومن لم يستطع أن يورد اسما واحدا أستطيع أن أتعرف على، يعني التصرفات الإماراتية مقبولة بالنسبة للسعودية في اليمن؟ اسمحني في الجملة هذه، أما ما قاله عن وقاحة العمل السعودي، فهذا أقل من أن يتكلم بهذا الموضوع، وأنا هذه الجملة لا أقبلها، أن يتكلم ويقول وقاحة، وكان المفترض أن تكون مهنيا وأن توقف. ما هي الجملة دكتور التي لديك عليها اعتراض دكتور؟ دولتين صديقتين وجارتين وأدت من أجل إنقاذ دكتور اليمن. يمكنك التوضيح أنت الآن، تفضل. الإمارات لم تأتي لحرب اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات أتت من أجل إنقاذ اليمن، يد فيها ورود ويد فيها السلاح من أجل إنقاذ السلاح للحوثي الذي يقتل الشعب اليمني، والورد والإغاثة والدواء والغذاء قدم للشعب اليمني، ثم يأتي ضيفك ويقول الوقاحة السعودية والإماراتية، كان يفترض مهنيا منك أن توقفه عند هذا الحد وألا يتجاوز حده في هذا دكتور الأمر. يعني للتوضيح دكتور، يعني فقط دكتور زايد للتوضيح فقط، في القناة لدينا هناك مجال لطرح الآراء والنقد، على ألا يكون هناك تجريح شخصي. مسألة انتقاد الدول وانتقاد تدخلها وأدائها هذا الأمر متاح في القناة، لكن ليس هناك قبول لأي تجريح شخصي سواء بحقك أو بحق الدكتور الضيف الآخر. إذا كان هناك نقاط فيما يتعلق، نقاط موضوعية أرجو أن تطرحها. أتعرف له شخصيا، أنا تعرفت لما قال وقاحة، وكلمة وقاحة أنت رجل عربي تعلم ماذا تعني كلمة وقاحة. يا أخي الفاضل، أنتم قناة يجب أن تكون مهنيتكم مرتفعة. المهنية موجودة، لذلك أنت موجود هنا الآن لتتحدث عن هذه النقاط. تفضل دكتور، يعني أخرجنا عن مسألة مهنية القناة، هذا الأمر يحاسب عليه الجمهور بكل تأكيد، وأنت أحد الضيوف الآن لتشرح وجهة النظر الأخرى، تفضل. تفضل اطرح سؤالك. يعني تحدثت أنا على مسألة التقارير في نيويورك تايمز التي تؤكد، هذا ليس كلامي، كلام مؤسسات صحفية عريقة أمريكية تقول أن السعودية، تؤكد أن السعودية لم تكن راضية عن هذه الخطوة الإماراتية. أليس هناك خلاف بين أبوظبي والرياض فيما يخص الملف اليمني؟ هل تؤكد أنت الآن أن الرياض قابلة بكل ما تفعله أبوظبي في اليمن؟ أجبتك أخي الفاضل بأن المملكة العربية السعودية وأن الرياض وأبو ظبي يعني متوافقتان على التحالف، وأنها تقود المملكة العربية السعودية التحالف، وأن ما قدم للنيويورك تايمز لا أساس له من الصحة، وليس يعني مصدر رئيسي يعتد به لا للقناة ولا غير القناة، هي صحيفة يؤخذ منها ويترك، فهذا مما يترك من هذه الصحيفة. طيب أغلب يترك. إذن أعود إليك دكتور فيصل الحذيفي، في نهاية المطاف هناك توافق، يعني كما يفهم من كلام الدكتور زايد العمري، بالأخير ليس هناك خلاف بين أبوظبي والرياض فيما يخص الملف اليمني، على الأقل كما يفهم من كلامه. لكن الآن هل تشير هذه الخطوة إلى أن أبوظبي وصلت إلى أن لديها قناعة استراتيجية، أن استراتيجيتها في اليمن لا يمكن أن تصل أبعد مما وصلت إليه؟ ما هي دلالات هذه الخطوة من وجهة نظرك؟ هو كما قلت لك سابقا بأنه الدلالة الانسحاب سواء الفردي من قبل الإمارات أو الانسحاب دول التحالف القسري من اليمن في قادم الأيام نتيجة لفشل ذريع وللغرق في مستنقع حرب فاشلة دمرت دون أن تنقذ أحد، هي رفعت حجم القتلى، الجرحى، المعوقين، الأرامل، الأيتام، الفقر، المجاعة، الحصار.
يعني حاصرت اليمن برا جوا بحرا، تمنع طائرتنا من المرور فوق ارضنا. وبالتالي لكن دكتور هناك من يقول يعني في هذا السياق، هناك من يقول ان القوات المواليه لابو ظبي تتجه نحو تصعيد الموقف ضد السلطات الشرعيه في المحافظات الجنوبيه، وما كان اعلان الامارات سحب قواتها الا تنصلا من المسؤوليه عن هذا التطور، ما رايك؟ صحيح صحيح، هذا بالتاكيد. هي الإمارات خلال 4 سنوات بنت الميليشيات التي تعطيها رواتب بشكل مباشر وتسلحها أيضا أكثر من أن تعطي سلاحا للجيش الوطني، وقضت أيضا على كل الألوية الرئاسية التي تتبع الرئيس الشرعي الذي استدعاهم لهذا التدخل. اليوم أصبحت الكفة في الجنوب وفي الساحل الغربي في تعز وفي الحديدة تميل إلى هذه القوات البديلة التي تريد أن الإمارات بهذا الدعم أن تحل محل السلطة الشرعية، وأن تحل محل الجيش الوطني، وأن تحل أو أن تبتلع التيار الشعبي الوطني العريض الذي يبحث عن الدولة المدنية. هم أرادون بهذا التدخل أن نصبح مجرد ميليشيات متقاتلة في موقع ضعيف يسهل السيطرة علينا بكل سهولة. وأيضا المخاوف التي تدفع تجعل الإمارات بعد خروجها أن تسيطر هي فعلت ذلك. وكما قلت بأن الانسحاب الإماراتي هو قائم على 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 خديعة أمريكية بالحماية التي نكص فيها ترامب، وبالتالي أصبحت الإمارات تخشى فعلا من أي تهديد جدي من الإيران، وبالتالي ممكن تتحول مدن الإمارات أو السعودية إلى رماد إذا ما نكصت واشنطن من الحماية التي تأخذ بمقابلها تريليونات من الدولارات. فالعمليات التي حصلت في محيط في خليج عمان وفي مضيق هرمز هي كانت مؤشرات خطيرة جعلت الإمارات تدرك بأن هناك مخاطر جدية على بقائها كدولة إذا ما دخلت بحرب مع الإمارات. ربما هم الخليجيون بشكل عام السعودية والإمارات يسعون جديا في التصالح مع إيران ويحلوا مشاكلهم، لكنهم لا يزالون ينظرون إلى اليمن باعتباره عدو تاريخي، عدو لا يمكن أن يؤمن جانبه. وبالتالي هم قصقصوا جناح الدولة، قصقصوا السلطة الشرعية، قضوا على القرار السيادي، القرار العسكري. تصور بأن عندك جيش غير قادر على التحرك لأن هناك أوامر من القوات التحالف تحديدا ألا يتحرك، وبالتالي الجبهات 3 سنوات متوقفة لأنها تحت الضيف لما يشير يقول بأنه السعودية تدخلت بموجب القرار 2216. هذا الرجل لا أدري يقرأ قانون أو يفهم النصوص. القرار 2216 جاء بعد فترة ليحدد الحل وفق المبعوث، اقتراح المبعوث الأممي حدد الحل للصراع في اليمن، دعا أدان الانقلابيين ودعاهم إلى تسليم السلاح والعودة وتسليم المدن وعودة السلطة الشرعية، وهو مجرد اقتراح حل لكي يصبح ملزما يحتاج إلى قرار آخر لتفرض التدخل العسكري وتحدد من هي الجهة التي تتدخل. لا يوجد في القرار 2216 أي تفويض للسعودية. السعودية تدخلت بموجب طلب شخصي من الرئيس عبد الرب منصور دون أن يحال هذا الطلب إلى مجلس النواب. حتى قرار التدخل الذي قام به عبد الرب منصور يعتبر غير شرعي، ولكن لأن المجتمع اليمني في إطار من الاستثناء أو في وضع استثناء كبير قبل مثل هذا ورحب الناس ورفعوا في الشوارع مرحبا سلمان ومرها شكرا للإمارات الخير، وبالتالي وجدوا بأنه ما يلاقونه من الانقلابين بالقتل المتاح وجدوا نفس القتل المتاح من طيب بالقصف الجوي. طيب دكتور دعني أنتقل في هذه النقطة إلى دكتور زايد العمري. دكتور فيصل، يعني كما يقول الدكتور فيصل الحديفي، دكتور زايد في البداية كان هناك ترحيب بهذه الجهود بعاصفة الحزم، كان هناك لافتات شكرا سلمان، كانت هناك لافتات تشكر الإمارات، لكن الآن خلال 4 أعوام أنشأت الإمارات مكونات سياسية وميليشيات مسلحة تابعة لها تناوئ الحكومة والسلطة الشرعية. هذا الكلام ليس كلامي، كلام تقارير مجلس الأمن الدولي، فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي، وهذه الميليشيات متواجدة في عدد من المحافظات. كيف ستتعامل الرياض مع هذا الوضع؟
أخي الفاضل، في مجرد يعني بداية سؤال قلت للضيف هناك تقارير، وهو يقول هناك تقارير. يا أخي أعود بالقناة إلى المهنية الصحيحة. دكتور زايد أنت هنا الآن لتحكي. دكتور زايد اترك مهنية القناة الآن ليحكم عليها المشاهدين أرجوك. دكتور زايد حتى لا ندخل في دوامة. دكتور زايد اترك مهنية القناة للمشاهدين وأجبني على سؤالي يا دكتور. يا أخي الدكتور فيصل يقول أن المملكة العربية السعودية هناك مدن ستتحول رماد من إيران. المملكة العربية السعودية أطلق عليها 230 صاروخ، لم يصل صاروخ إلى هدفه. كيف تستطيع إيران أن تدمر المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية دولة تستطيع أن تحمي نفسها وتحمي جوارها الجغرافي، ومن هذا ما هو حادث في اليمن. استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحمي اليمن من إيران ومن براثن إيران. الدكتور فيصل يقول كان يعرض صاحبك التقارير. يا أخي التقرير صادر من الأمم المتحدة 22/16، إذا كان لا يفقه ماذا تعني كلمة تقرير؟ فالتقرير هذا أخذ تحت البند السابع، والبند السابع أنه يتيح للدول التحالف استخدام الأسلحة. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لم تستخدم التسليح استخدام مفرط، لأنها أتت لليمن من أجل اليمن ومن أجل إنقاذ اليمن، ليس من أجل تقتيل الشعب اليمني. يا أخي الشعب اليمني هو جزء من أنفسنا وجزء منا نحبه، ووحنا أتت المملكة العربية السعودية من أجل الدفاع عنه، من أجل كرامته. يا أخي أنا أبغى أفهم إلى أي حد أنت لم تعطيني فرصتي في الوقت. تفضل دكتور. طيب أنا سألتك يا دكتور يعني في نهاية المطاف يا دكتور. دكتور زايد في نهاية المطاف خلال 4 أعوام الآن هناك حسب تقارير مجلس الأمن، يعني فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، لا أتحدث الآن عن تقارير صحفية، تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن يتحدث على أن هناك قوات موالية، هناك قوات تمول من الإمارات الآن تتواجد الآن في مناطق سلطة الشرعية في عدد من المحافظات. خلال 4 أعوام تم إنشاء هذه القوات، كيف ستتعامل الرياض مع هذا الوضع؟ تفضل. الرياض تتعامل مع الوضع. الإمارات والمملكة العربية السعودية التي سلحت المقاومة الجنوبية، هي التي سلحت المقاومة التهامية، هي التي سلحت ألوية العمالقة. من هو الذي قدم هذه التسليح لو ما قدمته دول التحالف؟ إذن هي قدمت هذه التسليح، لكن هذه القوات خاضعة لما يسمى بالشرعية. يا أخي هي تأخذ توجيهاتها من الشرعية، لا المقاومة الجنوبية ولا المقاومة التهامية ولا ألوية العمالقة. الجيش الوطني كذلك. اليمن يحتاج، لا يمكن أن أشكل قوات مسلحة في اليمن. يا أخي الأخ فيصل، ماذا عن بقية القوات مثل النخب والأحزمة الأمنية دكتور؟ هذه القوات لا تأتمر بأمر الشرعية. هناك أيضا ألوية أخرى في الساحل الغربي أو قوات ميليشيات مسلحة في الساحل الغربي لا تتبع الحكومة الشرعية. لا تتبع للحكومة الشرعية، ولو لم تتبع للحكومة الشرعية ما توقفت، لكن تمولها الإمارات. الحكومة الشرعية في الحديدة تمولها الإمارات، تمولها المملكة العربية السعودية، لكنها تخضع للشرعية بشكل عام. يا أخي أين الأحزمة الأمنية؟ لا تتبع الحكومة الشرعية دكتور. حرس الجمهورية لا تتبع الشرعية دكتور. الجيش اليمني السابق، الجيش اليمني السابق 300,000 من هو الذي سلموا للحوثي؟ يا أخي هل تتوقع أن المملكة العربية السعودية والإمارات ستشكل لكم 300,000 جيش آخر وتسلمونها للحوثي مرة أخرى؟ لا يمكن. يا أخي أنا أعرف القناة وسياسة القناة، ولكن أنا وافقت أني أدخل مع القناة بحيث أنك تعطيني الوقت ودافع عن فكرتي ودافع عن الرأي الذي يطرح لدي. ما تأتيني بآخر جملتين تكلمها ضيفك وتقول أجيب عليها. يا أخي أعطيني فرصة أن أتحدث بشكل كضيف عليك وضيف على القناة، وحيث أستطيع أن أدافع عن الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تسعى 80% من الأراضي، حررت عدن، حررت أجزاء كبيرة يا أخي، وشاركت التحالف فيها. كيف تهضمون حق الإمارات الآن وتقول أن الإمارات عملت ميليشيا وعملت أنا أعلم أنكم تريدون أن تتكلمون عن أشياء في أنفسكم يا أخي، وأبغى حتى أجاوبك بنعم أو لا.
يا دكتور الآن نحن نتحدث الآن على أن أنت قلت قبل قليل أن السعودية والإمارات جاءوا لإخراج اليمن من يعني المستنقع الذي وضعتهم فيه إيران، لكن فيما نرى الآن أن السطوة الإيرانية زادت، قوات ميليشيا الحوثي أيضا كبرت، مقدراتها باتت تصل إلى أبها، يعني إذا لم تعرف أن الصواريخ الحوثية ضربت أبها هذه ليست يعني هذا أمر ربما استمعت إليه في وسائل الإعلام. أيضا هناك قوات باتت تدعم انفصال المناطق الجنوبية، باتت تتعاظم مقدراتها في المحافظات الجنوبية، هذا الأمر حصل أثناء تواجد السعودية والإمارات. هل هذه التركة التي تريدون أو تريد التحالف البقاء أو يعني تمكينها أو يعني هذه التركة التي يريدها التحالف في اليمن؟ لا، التحالف يريد أن يبتر وبتر يد إيران من اليمن. التحالف يريد أن يعود لكنها زادت شعب مستقر. أنا أعلم أنه الصواريخ ليست الحوثية وإنما الإيرانية التي تطلق من اليمن للأسف الشديد، وبمباركة من كثير من الأطياف في اليمن. المملكة العربية السعودية وضعت الصواريخ إلى مكة، استهدفت بيت الله الحرام، ليست فقط أبها، استهدفت أماكن كثيرة ولا تزال أمام الحوثي وإيران محاولات جادة، لكن استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتلقف هذه الصواريخ وكأنها تتلقف كرة طائرة باختصار شديد. 230 صاروخ لم تستطع أن تصل إلى أهدافها. الطائرات المسيرة تخبط وإنما هي طائرات إعلامية أكثر من أنها طائرات ذات أهداف عسكرية. ومن استهدف؟ استهدفت المطارات. هل المملكة العربية السعودية استطاعت أن تدفع أغلى ثمن في الصواريخ الموجهة حتى تستهدف المكان الذي يعني يستحق أنه هدف عسكري دون أن تضرب المكان الآخر؟ يا أخي، تم ضرب أحد المقرات بين مسجدين ولم تتأثر المساجد. المملكة العربية السعودية تدفع من أجل اليمن، المملكة العربية السعودية تدفع في الإغاثة. يا أخي، كم مليار، 86 مليار دولار دفعتها المملكة العربية السعودية كإغاثة للشعب اليمني. يا أخي، كيف تفكرون من زاوية ضيقة؟ اخرجوا. نحن نتحدث عن النتائج الكبيرة دكتور الآن. اخرجوا من تفكير تنظيم الإخوان. يا أخي، المملكة العربية السعودية جاءت من أجلكم. المملكة العربية السعودية، الشعب اليمني تحس أنه شعب سعودي. المملكة العربية السعودية ضحت بأبنائها، ضحت بأسلحتها، ضحت بكل ما تملك من مقدرات من أجل ما؟ من أجل الشعب اليمني. يا أخي، ماذا قدم طيب لكم الحوثي؟ إذن دكتور زايد، دعني أنقل هذا الكلام، هذا ما تفضلت به دكتور زايد، دعني أنقل ما تفضلت به للدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، يعني اتركنا من نظرة الإخوان، أبعدونا عن مسألة هذه الاتهامات للسعودية والإمارات. في نهاية المطاف السعودية ضحت بأبنائها، ضحت بكل مقدراتها في سبيل إعادة الشرعية وتخليص اليمنيين من إيران. كيف ترد؟ الحقيقة أنا أسمع كلام مثير للغرابة. يعني السعودية أتت لحماية اليمن وحرب 4 سنوات أغرقت اليمن في الفقر والمجاعة والدمار والحصار وتفتيت السلطة، تفتيت الدولة. ضيفك يقول بأنه يعترف بأن السعودية والإمارات دفعت الأسلحة والمال للأحزمة وللقوات التهامية وللعمالقة، هذه كلها جيش موازي أو ميليشيات موازية للسلطة الشرعية. يقول بأنها تتبع الشرعية. هل الحزام الأمني الذي يمنع رئيس الجمهورية من النزول في مطار عدن هذا يتبع الشرعية؟ هل الميليشيات الأحزمة الأمنية التي منعت رئيس الوزراء أحمد بن داغر بأن يذهب إلى 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 حفل وطني هذا يتبع الشرعية؟ يعني يتحدث يقول بأن السعودية أتت لحماية اليمن. السعودية غير قادرة على حماية حدودها من ميليشيات الحوثي في صعدة. قبل أن تحمي اليمن تحمي حدودها حتى برجالها غير قادرين على الصمود. هي مع سماسرتها ومرتزقتها يشترون الشباب اليمني ويذهبون بهم إلى البقع ثم يدخلوهم إلى الجانب السعودي حتى يقتل اليمني. أي أن السعودية لا فالحة لا بالبشر كمقاتلين ولا فالحة بالعتاد العسكري الذي تملكه.
ضيفك يقول بأنه إيران يعترف بأنه يتهم إيران بأنه أعطت الحوثيين طائرات بدون طيار وصواريخ طيب ما الذي أعطوه من صواريخ للجيش اليمني؟ ما الذي أعطوه من دبابات ومدفعية للجيش اليمني؟ ما الذي أعطوه من طيارات بدون طيار للجيش اليمني؟ ما الذي أعطوه من ذخيرة للجيش اليمني حتى يحرر؟ نحن لسنا بحاجة إلى القوات السعودية ولا الإماراتية أن تحررنا أو تحمينا. أنا صراحة كإنسان أنتمي لهذا الشعب أقول للسعودية والإمارات ارحلوا إلى الجحيم، كرهناكم لأنكم تعطون الموت. أنت تقتل المدنيين بالصواريخ في ورزان، في المخا، في حجة، في ذمار، لا يوجد محافظة من المحافظات ولا مديرية من المديريات لا يوجد فيها ضحايا مدنيين. تقول لي أنت أتيت لتحمينا؟ أي حماية هذه؟ أتيت لتجوعنا؟ أنت تحاصرني الحصار، أنت تحرمني من موانئي، لماذا؟ تحول ميناء المخا وميون إلى قاعدة عسكرية، لماذا؟ تمنع القوات من استرداد المحافظات بعدم منحها سلاح مناسب، لماذا؟ تقول لي أنت أتيت تحميني؟ أنت احمي نفسك، احمي نفسك من إيران وترك اليمن، احمي نفسك من أعدائك الخارجين يترك اليمن، احمي حدودك من صواريخ الحوثيين التي تفضلت إيران بدعمهم بينما أنت لم تدعم شيء. يعني المقاومة في تعز خرجت أول مدينة ترفع شعار سلمان وشكرا إمارة الخير. ما الذي جازوا بها تعز؟ تركوها محاصرة وجعلوا أيضا الحوثيين يمتدون بخط فاصل في الوازع وموزع حتى يسلخوا المخاء وذباب والخوخ عنها. هل يستطيع أبناء تعز أن يذهبوا إلى المخاء الآن؟ لماذا؟ لأن الخطة السعودية والإماراتية تقتضي بتقطيع أوصال اليمن وبإضعافها وبوضع اليد عليها وبثرواتها. ما الذي جعل يعني هل الآن السعودية أتت لتحمي اليمن في المهرة؟ هل في قتال بالمهرة مع الإنقلابيين؟ هل القوات السعودية والإمارات التي ذهبت إلى سقطرة، هل هناك يعني تهديد لسقطرة من الإنقلابيين ومن إيران حتى تحمينا؟ هؤلاء لهم أطماع واضحة وكشفت أهدافهم بكل وقاحة، وأنا أقول وقاحة هذه كلمة جميلة بالنسبة لك عندما أطلقها عليكم، لأن القانون الدولي يصفها بالجرائم العدوانية ويصفها بالجرائم الجنائية. فأنت عندما تقصف المنشآت المدنية والمدنيين فأنت تمارس الإجرام والعدوان وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ووفق ميثاق الأمم المتحدة. فالتدخل الذي يخرج عن أهدافه يصبح عدوان. أنت الآن مدان في أي لحظة السعودية والإمارات ستقاد قيادتها إلى المحكمة الجنايات الدولية مع وضع الاعتبار دكتور. مع وضع الاعتبار ما تفضل به دكتور فيصل. نعم، مع وضع الاعتبار بما تفضل به الدكتور فيصل، أسألك دكتور زايد العمري الآن، ما هي الاستراتيجية القادمة للرياض في اليمن؟ أستطيع أن أتفاهم أنا وهو. دكتور زايد تفضل. دكتور العمري تفضل. دكتور العمري هل تسمعني؟ يظهر لي أن ضيفك غير متابع الأحداث، فهو لا يزال يذكر أن أحمد بن زغر هو رئيس مجلس الوزراء. يا أخي لما تأتي بالرئيس لا تأتيني بالرئيس ليس متابعا للأحداث. يا دكتور زايد، الدكتور فيصل متابع للأحداث بشكل مستمر. دكتور فيصل أنت تهني في الضيف، الضيف متابع للأحداث. أنا سألتك سؤال بوضع الاعتبار لما تفضل به ضيفي، سألتك سؤال، ما هي الاستراتيجية الآن التي ستتبعها الرياض في اليمن؟ لا تدخلي في الضيف الآن. يا أخي يجب أن نخرج من عباءة الأحزاب. إذا أردنا أن يعود اليمن يمن وأن تعود اليمن دولة عربية ذات سيادة، دولة اليمن يا أخي كلنا نحب اليمن يا أخي، لو ما نحب اليمن ونحب الشعب. طيب كيف ستكون الاستراتيجية السعودية في اليمن خلال الأيام القادمة؟ جاوبني دكتور. كيف أنا ما سمعتك؟ كيف ستكون الاستراتيجية القادمة بعد هذا الإعلان عن هذا الانسحاب؟ كيف ستكون استراتيجية الرياض القادمة في اليمن؟ بدقيقة لو سمحت.
الاستراتيجية المملكة العربية السعودية لا تتغير، هي لم تأتي باحتلال اليمن ولا الإمارات أتت باحتلال اليمن، أتت بإنقاذ اليمن وطرد إيران من اليمن وإعادة الشرعية إلى اليمن وأن يعود اليمن دولة مستقلة ذات سيادة وتعود ذات رغد عيش، أتت من أجل هذا لا المملكة العربية السعودية ولا دولة الإمارات. يا أخي لم نأتي في حرب بيننا وبين اليمن مطلقا، اليمن هو بلد شقيق وبلد جار وأتينا لإنقاذ اليمن ولإنقاذ الشعب اليمني. يا أخي بالنسبة لتقسيم اليمن هذا شيء لا يخص المملكة العربية السعودية، يخص اليمن إن أرادت الفلوطة تنفصل بهذا الشيء، لا ما نقرره نحن. اليمن دولة أتينا في اليمن من أجل إنقاذ اليمن من إيران، وهذا استراتيجيتنا الماضية والحالية والمستقبلية. شكرا لك دكتور. إذا أعود إليك بنقطة بذات النقطة دكتور فيصل، برأيك كيف ستكون الاستراتيجية السعودية في اليمن خلال الفترة القادمة؟ بدقيقة إذا سمحت. بالنسبة للسعودية هي تريد أن تضعف اليمن إلى الحد الذي تصبح دولة فاشلة أو تعيدها إلى مرحلة ما قبل الدولة حتى تبقي السيطرة عليها بدون محاذير. واضح جدا بأنها تريد أن تضع يدها على اليمن باعتبارها حديقة خلفية تخصها ولديها ضوء أخضر من الـ من الـ من الـ العواصم الدولية باعتبار أنها تدفع تريليونات من الدولارات مقابل هذا العبث، وبالتالي لا حاجة لليمنيين أن يصمتوا من هذا التهديد الوجودي للشعب اليمني. يقول هذا الضيف بأنه أتوا ليساعدونا، هم لم يساعدوا حتى المغترب اليمني، يعني عملوا قوانين جائرة وطردوا اليمنيين في أثناء الحرب. دكتور ساعد والمرة احترم الإنسان لم يفتحوا حتى اللجوء على تواجد. شكرا لك دكتور على تواجدك معنا. دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، وشكر موصول أيضا للخبير العسكري السعودي الدكتور زايد العمري على تواجدهما معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.